معلومة جدا مهمة وملاحظة في مكانها. للأسف بعض شركات السيارات الآن يقول لك ما يحتاج تغير زيت الجير بوكس. هذه أكبر مصيبة ممكن تسويها في حياتك، أنك ما تغير زيت الجير بوكس أو الجرابوكس أو الجير. خذوها قاعدة يا شباب، هذه القاعدة بلا شواذ، ما فيها شواذ، ما في زيت في العالم ما يتغير سواء جير بوكس أو أي شيء ثاني. لازم تغير زيت الجير. إذا أنت في منطقة مستوية مثلا جدة، الرياض، الشرقية، الزيت غيره تقريبا، خليني أقول لك على حسب كلام الوكالة، ما عندك مشكلة إن شاء الله، حسب كلام المصنع عفوا، 50,000 50 غيروا على 50، إذا قال لك 70 غيروا على 70، قال لك غيروا على 100 غير على 100، إن شاء الله ما عندك مشكلة. لكن إذا أنت في مناطق مرتفعة، مناطق جبلية زي أبها، الباحة، الطائف، فنصيحة خوية والله، إذا سيارتك قال لك المصنع عفوا غير على 60,000، أنت غيره على 40 أو 50 بالكثير، هذا أفضل لك، لأنه زيت الجير في المرتفعات يستهلك أسرع وأكثر من المدن الساحلية أو المستوية، شوارع مستوية زي جدة والرياض والشرقية. لذلك نصيحة يا شباب، ما في زيت في الحياة ما يتغير، خذوها قاعدة.